اذكروا الله وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. هذا واحد يقول دخلت وظيفه بعد ما خلصت الثانويه وجلست في الوظيفه هذه كم من سنه، يقول انا يوم توظفت كان عمري لا زال صغير، فيقول جلست لي كم من سنه احاول اني اكون نفسي، اجمع لي مبلغ، اشتري لي سياره، اشتري لي ارض، اجمع مبلغ الزواج، ما كنت مستعجل العرس، ورغم ان اهلي كانوا دائما يلحون علي، امي وابوي نبيك تعرس نبيك تعرس نبيك تعرس، لكني ما كنت معطي الموضوع هذا اهتمام. يقول يوم اخذت لي كم من سنه واجي عندهم قلت الحين ابي اعرس. يقول راحت امي فعلا دورت وحصلت لي بنيه تدرس في الجامعه، خطبتها وتمت الامور، ملكت ثم تزوجت بعد كم من شهر. بدايه ما تزوجت يقول حياتنا من احسن ما يكون، سافرنا ورحنا وجينا وانبسطنا حول شهر ورجعنا لشقتنا. يقول كنت احط الاعذار واقول مع تعب الدوام والارهاق وكذا يحصل، يعني مثل خصوصا في بدايه الوظيفه والواحد يكون مشتت ويحاول انه يثبت وجوده، فاكيد انه هذا السبب يعني اللي مخليها تجي تعبانه وتهمل بعض الاهمال. فيقول والله اني قمت احط اعذار من محبتي لها ومن غلاها عندي. يقول استمرينا فتره اخذنا لنا تقريبا سنه الا الوضع كل ما له يزيد سوء، كل ما المرة هذه تتغير أكثر، قامت تطول لسانها علي، قامت تتكلم، قامت تتلفظ علي، يقول كل يوم أسوأ من اللي قبله، صارت ما تهتم في البيت، ما تهتم في عيالها، و24 ساعة جالسة على الجوال، ما غير ماسكة جوالها في يدها، إن دخلت وإن طلعت والجوال هذا في يدها. يقول والله في البداية إني ما كنت أقول لها شيء، لكن بعدين يا بنت الحلال ليش كذا؟ قالت والله عندي أشغال أخلصها تبع العمل وتبع كذا، ومحادثات مع زميلاتي في العمل. يقول فوق ما أن الجوال ماخذ أغلب وقتها، إلا أنها لو تكلمت معها بكلمة قالت لي أنت رجعي وأنت متخلف وأنت فيك وأنت ما تفهم وأنت وأنت، يقول وتحط علي من السبايب والشتايم اللي ما حد يتصوره. يقول ذاك اليوم يدق جوالها وهي جالسة عندي، رقم بدون اسم، يقول رفعت هلا، يقول انا سمعت اول كلمه في الجوال الا هو صوت رجل، فقامت من عندي وراحت تتكلم بعيد مني. يقول خذت لها والله فتره يعني حدود 40 دقيقه او اقل من الساعه بشيء بسيط. يوم رجعت اسالها قلت من هذا اللي يكلمك؟ قالت هذا واحد من زملائي في العمل وكنت اتناقش معه في موضوع حصل عندنا في الدوام. يقول طلعاتها من البيت كثرت، أنا بروح المقهى مع زميلاتي، حنا مساجين الصراحة، حنا بنروح المجمع، حنا بنروح كذا. يقول طلعاتها حدث ولا حرج، تطلع أحيانا من بعد الدوام تجي للبيت تريح، تطلع العصر ما تجي للساعة 11-12 في الليل. يقول رغم ذلك كله أنا، يقول فوق الملاحظات هذه كلها كانت يعني فوق طلعاتها وفوق جلستها على الجوال ومكالماتها ومراسلاتها، إذا جات رايحة للدوام تتبرج بشكل ما هو طبيعي، لبسها صار ملفت للنظر، وإذا تكلمت معها قالت أنت متخلف وأنت رجعي وأنت أنت بمواكب العصر اللي حنا فيه الحين. يقول رحت يوم من الأيام لأبوها واشتكيت عليه وقلت لها يا عم هذا ما صار من بنتك وهذه تسوي كذا وتسوي كذا والوضع هذا ما يطمني ولا يعجبني وأبيك تتدخل في الموضوع هذا. قال والله بكيفك، أنت وزوجتك أنا ما أبي أتدخل فيكم. يقول انصدمت من الكلام هذا لكن خلاص ما عاد قدرت أقول شيء. رجعت يقول خذنا لنا فترة وكل ما للوضع يزداد سوء أكثر من قبل. يقول يوم من الأيام طلعت من عندي، تزعلت أنا وياها وطلعت وراحت بيتها لها، ما أخذت إلا جايتني رسالة من المحكمة طلب خلع، راحت رفعت علي قضية في المحكمة أنها تبي تخلعني. يقول حضرنا كم من جلسة في المحكمة وتم الخلع. يقول أنا جلست لي سنة أو أكثر من سنة حول السنتين بعد الكلام هذا ما عاد تزوجت، لين استقرت أموري ورحت تزوجت واحدة ثانية وشرطت عليها أولا أنها ما تتوظف وظيفة ما فيها أنا أصرف عليها، ثانيا ما تسوق سيارة، لأن زوجتي يقول الأولى كانت كل ما قلت شيء قالت سيارتي وبفلوسي، أنت ما عطيتني شيء، أنا شريت الشيء هذا بفلوسي، أنا كل شيء عندها راتبها، يعني مسحت بي اني ما قد سويت لها شيء من اول. يقول فشرطت على زوجتي الجديدة انها ما في سيارة ما في سواقة ما في وظيفة، وحطيت مؤخر 100,000 ريال سواء كان المشكلة من عندي، لو اني طلقتها اعطيها 100,000، في حال انها طلبت الخلع او الطلاق تدفع هي 100,000 ريال.
يقول أخذت لي كم من سنة معاها وأنا حياتي من أحسن ما يكون. زوجته السابق يقول والحمد لله تزوجت البنت هذه ومشت حياتي معها من أفضل ما يكون، أفضل من حياتي السابقة مليون مرة. مهتمة في ديني، مهتمة في أولادي، مهتمة في كل شيء، يعني فعلا زوجة صالحة اللي يتمناها أي رجل. يقول أما بالنسبة لزوجتي السابقة اللي عرفت عنها أنها تزوجت الشخص اللي كان يكلمها في التلفون واللي كانت تداوم معاه في المستشفى زواج مسيار، قعد معها سنة أو سنتين ثم أنه تزوج زواج تقليدي وقام وطلقها. تفاجأت أنه طلقها بدون سابق إنذار. يقول كانت نفسها بالندامة والحسرة وقاعدة ترسل لي، جلست لها فترة وهي كل يوم ترسل لي ناس، ترسل لي رسائل، تحاول تتصل فيني تبيني أرجعها، تقول برجع حتى لو بشروطك وباللي أنت تبيه بس رجعني. يقول رفضت وقلت الباب هذا تقفل وخلاص، لقمة وانقطعت بيني وبينك، مستحيل أنك. يقول جلست فترة على الحالة هذه، مرة ترسل لي ناس، مرة يكلمني أبوها، مرة أخوانها، مرة معارفنا أو معارفها، ولكن رفضت رفض تام. اتصلت علي، راسلتني، قلت لها شوفي أنت سويتي الكلام هذا كله لأنه فيه أحد غرر فيك وضحك عليك وأوهمك أنه راح يتزوجك، وفي النهاية تطلقتي وخربتي بيتك، وهذا هو أخذك لمدة سنة أو سنة ونص مسيار لين قضى حاجته منك وصار ما عاد لك عنده قيمة، فرماك في الشارع، طلقك ورماك، ما أسفتي ولا شيء، الآن بكيفك، أنا تزوجت الحمد لله ومرتاح مستقر، وانت عاد تلقى رزقك ان شاء الله. اكتبوا لي الفائدة اللي انتم استفدتوها من القصة هذه. بإذن الله تعالى نلقاكم في قصة جديدة بكرة وبعد بكرة. في أمان الله، تصبحون على خير.